بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربي بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الكريم أهلك وخاصتك يا رب. اجعلنا من أهل القرآن الكريم تلاوة وترتيلا وتغنيا به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم يا رب فهما له وتدبرا لآياته ومعرفة بمعانيه وتأويله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم عملا به، تطبيقا لأحكامه، تخلقا بأخلاقه، تنفيذا لأوامره واجتنابا لنواهيه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الكريم تعليما له ونشرا لعلومه وتبليغا له لجميع العالمين يا رب العالمين. فإن كلمة من أهل القرآن الكريم كلمة واسعة جدا يا أخي. أنت إذا كان حظك من القرآن الترتيل فقط لا يصح أن يقال أنه من أهل القرآن الكريم، يقال له صلة بالقرآن الكريم. يرتل لأنه بعد الترتيل لم يفهم ولم يتدبر، وهذه رسول الله شدد عليها في آخر الزمان. يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا بأعلمهم ولا بأتقاهم، يغنيهم بالقرآن غناءً. إذن هم لا يريدون أن يسمعوا ليتدبروا ليعملوا، هم يريدون أن يسمعوا لينطربوا. الله الله، يا سلام، بعد ذلك ما في شيء. التلاوة ضرورية والاستماع ضروري، لكن شرط أن يكون مقدمة للفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا مش ليتغنوا بس. التغني مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن أن تقتصر في علاقتك بالقرآن، أن تقرأ بغير فهم وأن تنطرب فقط بالصوت الجميل والنغم الحسن، انقلب القرآن إلى أغنية عادية. تقرأ وترتيل بمعرفة الأحكام ورتل القرآن ترتيلة، تتدبر وتفهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. ما قال له اجعله يحفظ القرآن فقط، حفظ القرآن فقط بدون معرفة تأويله، هذا ليس من أهل القرآن، هذا حافظ للقرآن. لذلك قال رسول الله في آخر الزمان: يكثر القراء ويقل الفقهاء. الذي يقرأ القرآن بإتقان كتار عندنا في العالم الإسلامي، تجد أطفال صغار الآن يقرؤون القرآن والله أفضل مني ومنك ومن أي شايب موجود الآن، صح؟ والناس تنطرب لهم، لكن ماذا يفهمون من معاني القرآن؟ ربما لا شيء. يكثر القراء، يقول له إيش؟ الفقهاء. هذا ينطبق على القرآن وينطبق على العلم الشرعي. العلماء كثير، لكن الفقهاء الذين يخشون الله ويبلغون رسالاته ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كم؟ يكثر القراء، يقل الفقهاء. إذن تلاوة القرآن والاستماع إليه شيء جميل جدا، شرط واجب غير كافي، لابد من التدبر والفهم. فقط اليهود قرأوا التوراة وحفظوها وفهموها ولكن لم يعملوا بها، فقال الله عنهم: مثل الذين حملوا التوراة حملوها علما نظريا وفقها لها لكن لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا تدبر القرآن شرط واجب أيضا ليس كافي، لابد من العمل به، لابد من العمل به. ولا تقربوا الزنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأقيموا الصلاة، ما قال صلوا، أقيموا. نحن جميعا نصلي، لكن من منا ينطبق عليه أنه يقيم الصلاة؟ في فرق. المصلين أثنى الله عليهم مرة قال: إلا المصلين،
وذمهم مرة وأثبت لهم النار فقال فويل للمصلين. لكن مقيمي الصلاة هل ذمهم الله عز وجل؟ في كل القرآن من أوله إلى آخره أثنى الله عليهم، لم يذمهم. إذن المصلين هنا تبع إلا المصلين هم مقيمو الصلاة، أما فويل للمصلين أقاموا حركاتها وضيعوا أوقاتها وخشوعها فلم تؤتي ثمارها، هؤلاء في الويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك يا إخوتي العمل واجب، إذن القرآن ترتيله، فهمه وتدبره، ومعرفة تأويله، العمل به. المرحلة الرابعة الدعوة إليه وتعليمه، تعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية. حفظتها، طبقتها، علمتها، دعوت إليها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لكن متى؟ بعد أن عمل صالحا. طبعا ما في بعد أن عمل، لكن مفهوم الترتيب، وعمل صالحا قبل ذلك وقال إنني من المسلمين. طبعا لما الإسلام يتحدث عنه ثناء فهو مجموع الإسلام والإيمان معا، حتى ما يقول لي أحد إن الله قال وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، الإسلام الحق أي الاستسلام التام لأوامر الله. لكن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن لكن قولوا أسلمنا، الإسلام الذي هو حركات ظاهرة، ولما يدخل الإيمان إلى في قلوبكم. في فرق الإسلام والإيمان، إذا انفردا فهما بمعنى واحد، مسلم مؤمن، مستسلم كامل، مؤمن مصدق. إذا اجتمعا أصبح لكل منهم معنى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هلأ في ناس الله رد عليهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، الأعراب، لكن في ناس الله رد عليهم الإيمان ونفاه عنهم نفيا مطلقا وما هم بمؤمنين. لكن في ناس الله أثبت لهم الإيمان فقال في مواضع أخرى أولئك هم المؤمنون حقا، هاي الشهادة. لكن شوف صفات، شو هي؟ وتحقق بها أنت عند الله مؤمن حقا. نعم، إذن إذا كنت من أهل القرآن تلاوة وترتيلا وتغنيا آناء الليل وأطراف النهار، فهما وتدبرا ومعرفة بتأويله، عملا له وتطبيقه، وتخلقا بأخلاقه. قال يا أماه ما كان خلق رسول الله؟ قالت كان خلقه القرآن. ودعوة إليه وتعليمه، أنت الآن من أهل القرآن الكريم، طبعا إذا كان ذلك كله لوجه الله خالصا. الآن أنت من أهل القرآن، إذا كلمة أهل القرآن يعني أهله أحاطوا به من جميع جوانبه، تلاوة، علما وتدبرا، عملا وتطبيقا وتخلقا، تعليما ودعوة إليه. والله هذا من أهل، لذلك لما نقول واجعلنا من أهل القرآن الكريم نقصد كل هذا الذي قلناه، لأن كل واحد منا عنده شيء من القرآن وعنده صلة بالقرآن، لكن منا من لا يهجره تلاوة لكن هجره عملا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مهجورا تلاوة، مهجورا عملا، مهجورا تطبيقا، مهجورا علما. الآن تجد إنسان أوقفه بالطريق ربما يحفظ الآية، قل له ما معناها، عمره 50-40 سنة، بيقول لك طب ماذا تفعل في حياتك 40 سنة وكتاب الله الذي فيه عزك وشرفك وخير الدنيا والآخرة، يغيب عنك معنى آية من الآيات المتكررة والمترددة على ذهنك وسمعك منذ أن كنت صغيرا إلى الآن؟ أي جهل هذا؟ خاصة وكثير منا يحفظون ما لا ينبغي أن يحفظ، بتلاقي بلبل باللغة الإنجليزية، طبعا هذا شيء جيد، لكنه في القرآن جاهل وهاجره، أيهما أضر وأنفع؟ يا سيدي سيبك من اللغة الإنجليزية، على الأقل علم. تجد كثير من الشباب يحفظون مباريات الدوري الإسباني غيبا ولا يكاد يحفظ شيء من القرآن الكريم. هذا إذا وقف بين يدي الله
وسأله الله عن أربع: عن عمره فيما أفناه، شبابه فيما أبلاه، علمه ماذا عمل به، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. كم تحفظ من القرآن؟ اقرأ ورتل وارتقي. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب، لكنك تحفظ جداول الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني، وتحفظ كل شيء عن فلان وفلان من نجوم الكرة، حتى نمرة قدمه كم، وبيع في عام كذا بمبلغ كذا. شوف العبودية، بيعه، ورجعنا إلى عبودية لكن صورتها جميلة. وفلان كان سعره أقل، عبودية، بيع شراء، لكن كلنا موافقون ورضيانين لك. هذه عبودية يا رجل، ما اتفقنا على إلغاء العبودية؟ وسجل هدف في مدري شو، يحفظ. تعال إلى القرآن الكريم. ماذا؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، في حين وصلوا وواصلوا غيره مما لا نفع فيه أو نفعه قليل. والنفع الأعظم تركوا. من سيكون الشاكي؟ الرسول يوم القيامة. وقال الرسول، أنت متصور كيف أنه يكون من يتهمك بين يدي الله ومن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتهمة هجر كلام الله، والقاضي هو الله. أين يكون مصيرك؟ بينما بالعكس، أهل القرآن كيف يأتون يوم القيامة؟ أهل القرآن الذين تحدثنا عنهم كيف يأتون؟ يتوجون بتاج الوقار، ضوءه أضواء. مو هن آباؤهم، هن كيف معناتها؟ الأب والأم اللي هن سبب الدال على الخير، المعين على الخير كفاعله، معناتها هن شو بيكون وضعهم؟ الأب والأم تاج الضوء أضوء من ضوء الشمس، وهن شو؟ لذلك يا أخي الكريم، هذا محور علاقتنا مع الله. أنت من أهله، أبشر ثم أبشر ثم أبشر في الدنيا والآخرة، بل وحتى في البرزخ في القبر. إن كنت هاجرا له بأي نوع من أنواع الهجر، تلاوة، فهم، تطبيق، تعليم ودعوة إليه، انتبه وأصلح، انتبه وأصلح قبل فوات الأوان، لأن الرسول سيشكوك أنك هجرت كلام الله، وسيشكوك يومها إلى الله. اللهم اجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. من جملة الدروس والعبر في قصة يوسف عليه السلام أن هذه السورة أفادتنا أن الصبر في بدايته مر مذاقه، لكن عاقبته أحلى من العسل. يعقوب صبر وصبر وصابر، بالنهاية اجتمع بابنه يوسف، ويوسف عزيز مصر، ورفع أبويه على هذا في الدنيا، في الدنيا رفع أبويه على العرش. صبر، أعلم من الله ما لا تعلمون. كانت العاقبة أنه أبو العزيز، وأنت ومالك لأبيك، معناته هو أعز للعزيز. إذا العزيز وما ملك لأبي، انظر بداية الصبر كيف، ثم وصل إلى مرحلة وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكن بالنهاية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يوسف صبر على جفاء إخوته على البئر. أنت متخيل أنه طفل صغير يلقى في بئر وحيد، بئر عميق لا يستطيع الخروج، والبئر فيه أفاعي وفيه عقارب وفيه هوام أخرى مؤذية، وظلام البئر وظلام الليل، وهو طفل صغير، كيف ثبته الله؟ لم ينصدع قلبه من الخوف. والله أنا الآن عمري ما أقول لكم كم، لو أني أخذت ووضعت في بئر ربما أموت خوفا. الله ثبته: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. طب بتثبيت الله له صبر، صبر حيث يمتنع الصبر عن أشداء الرجال، صبر وهو طفل صغير، صبر
وهو يعلم أن أمره سيؤول إلى العز الذي ليس مثله عز، خرج من البئر بيع عبدا مملوكا، صبر، لم يقل يا رب فكرنا طلعنا من البئر على القصر ضغري لك بدراهم معدودة يا رب، صبر ولم يشكو. واجهته الفتنة الأولى، صبر ولم يقع في الحرام. واجهته الفتنة الثانية، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، صبر، دافع عن نفسه عن نفسه، ثم دخل السجن، صبر وصابر. فلما أصبح على خزائن الأرض أيضا صبر وصابر، لأن فتنة السراء تكاد تكون أشد من فتنة الضراء. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام أهل السنة ورحمه الله، قال: ابتلينا بالضراء بالسجن بالجلد فصبرنا، وابتلينا بالسراء فما صبرنا. لأنه جاء بعد المعتصم الواثق، بعد الواثق المتوكل، المتوكل كان من أهل السنة، طرد المعتزلة وأتى بالإمام أحمد إلى قصره، فجعل الإمام أحمد لا يتناول طعام القصر ويخفي ذلك عن الخليفة لأنه يشعر أن هذا لا حق له فيه. أصبح أنحل جسما مما كان في السجن يضرب، لأنه في السجن يأكل طعام السجن، هذا حقه، لكن لما أصبح في القصر يقول: هذا المال لكل المسلمين، كيف يأتيني هذا الطعام اللذيذ؟ فيأتيه ابنه خفية وهو في قصر أمير المؤمنين بطعام جشب من بيته، فيأكله يتقوى به، ورفض المناصب ورفض ورفض، لكن يخفي ذلك عن أمير المؤمنين حتى لا يعني يظن أنه من الخوارج. قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء. هو تواضعا يقول: فلم نصبر، مع أنه صبر، كاد أن يموت، حتى قالت له أمه للخليفة، قالت: ارحم هذا الشيخ وأرجعه إلى داره، فهذا لا شأن له بما أنت فيه، هو في وادي وأنت في وادي. فأرجعه إلى بيته فجعل يأكل من طعامه الحلال فعادت إليه صحته. فيوسف صبر على فتنة البأساء والضراء في البئر في القصر، وصبر على عندما أصبحت السلطة في يده. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلم يطغى، بقي محسنا. الذي بيده الأمر، كان ممكن سيدنا يوسف في تلك الشدة والمجاعة أن يصبح ملياردير أغنى من قارون ذاته، ما قارون كان بمصر وجمع ثروة، ومصر الآن، ويوسف على خزائن الأرض، ولكنه فضل أن ينفع شعبه وأمته وبقي عفيف اليد. هذا صبر ولا مو صبر؟ لذلك صبر على الضراء وصبر على السراء، فأحبه أهل مصر وآمنوا بديانته، ووصلت محبته إلى فرعون عندما حرر مصر من ملوك الهكسوس، لم يقتل بني إسرائيل إكراما ليوسف لأنه نفع أهل مصر. صبر، صبر. هذه السورة يا أخوتي يمكن أن تسميها كحسب أنها قصة، نقول أحسن القصص قصة الرؤى. قص الله علينا أربعة رؤى، أربعة منامات: رؤيا يوسف في البداية، ورؤيا صاحبي السجن، إني أراني أعصر خمرة، وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير منه، ورؤيا الملك. أربع منامات مع تفسيرها في صورة واحدة، في قصة. شوف التشويق. ربما يصح أن نسمي سورة يوسف سورة الكيد والمكر. الإخوة كادوا يوسف فألقوه في البئر وكذبوا على أخيهم على أبيهم وأوقعوه في الكيد. من وجد يوسف كان عندهم مكر وأسروه بضاعة، يعني لم يظهروه ويشتركوا به مع كل، كمان عملوا مكر وكيد. والله أعلم عندما أسروه كم عانى في هذا الإسرار، لأن ممنوع الخروج، ممنوع تتكلم، ممنوع تصدر صوت حتى لا يعلم بقية القافلة. ثم كيد امرأة العزيز، إن كيد كنا، ثم مكر النسوة، فلما سمعت بمكرهن كيد كيد مكر مكر، ثم مكر العزيز ومن حوله عندما سجنوا يوسف ظلما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ثم كيد لم يحدثنا عنه القرآن، ذكرته روايات المفسرين، كيد الساقي والطباخ في الملك، لذلك سجنهم لأنهم اتهموا بوضع السم للملك.
فالملك قبل أن يعدمهم أراد أن يتحقق فدخلوا السجن، طلع واحد منهم مدان فأعدم يصلب فتأكل الطير من رأسه، والثاني طلع بريء وعاد إلى مكانته معززا مكرما. كيد كيد كيد، مكر مكر مكر. ثم كيد يوسف بإخوته، كذلك كدنا ليوسف، هي صورة الكيد لتعلمك أن هذه الدار دار باطل يختلط فيها الحق والباطل، هي دار ابتلاء فيها مآسي فيها ابتلاءات. وطبعا لما نقول هي صورة الصبر يعني صورة الابتلاءات، أخوة يوسف ابتلوا فما صبروا، امرأة العزيز ابتليت بجمال يوسف فما صبرت وراودته عن نفسه، بينما يوسف ابتلي بجفاء إخوته فصبر، ابتلي بكيد امرأة العزيز وفتنتها فصبر. فهذه صورة الصبر يعني صورة الابتلاءات، وهناك من فشل وهناك من نجح. آخر شيء ممكن نتكلم به عن قصة يوسف ونختم الكلام، وإن كان لا يشبع من القرآن الكريم وخصوصا من أحسن القصص الذي فيه، وسورة يوسف من أحسن القصص لأنها ذكرت نسقا واحدا من بدايتها إلى نهايتها، بينما بقية الأنبياء ذكرت قصصهم كاملة متفرقة في سور متعددة. قال جعلني على خزائن الأرض، يوسف نبي وطلب السلطة والولاية. أيوة، نختم بهذه. لو تجاوزنا 20 دقيقة، الأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عماه إنا لا نولي على عملنا من طلبه. وقال لأبي ذر: لا تسأل الإمارة، فإنها إن أتتك من غير مسألة أعنت عليها، وإن أتتك وأنت طلبتها وكلت إليها. وقال للأشعريين: لا نولي أمرنا هذا من طلبه. يوسف طلب ولا ما طلب؟ كيف نجمع بين الاثنين؟ نقول وبالله التوفيق كما قال علماؤنا، أنا لست مفسر، أنا أنقل عن المفسرين، ومهما اجتهدنا القرآن يبقى فيه مزيد لمن يفتح الله عليه أكثر، لأننا نحن مخلوقين بعقل مخلوق، وهذا ليس بمخلوق، هو كلام الله، فلا فهم لنا ولا لأحد إلا بما فهمنا الله إياه، ولا علم لنا إلا بما علمنا الله إياه، وفوق كل ذي علم عليم. هذه بسورة يوسف. قال: إذا واجهتك ظروف وكنت مؤهل لأن تلي هذه الولاية، ولاية ما؟ والي، وزير، رئيس، حتى ملك، قائد جيش، وعلمت أنك إن امتنعت فسيصل إلى هذه الوظيفة إنسان غير مهيأ أو غير أمين، وإذا وصل إليها تسبب بضرر عام، عندها يجوز لك أن تطلب الولاية، بديل ما في، وإذا قلت لا تسلط غيرك. هذا الذي يفسر أن كثير من علمائنا رفضوا منصب القضاء لأن البدائل كثيرة في ذلك الزمن. أنا أشعر نفسي ضعيف يا أخي، لكن أنا إذا امتنعت في أخي موجود وعنده قوة أكثر مني. لذلك رسول الله قال لأبو ذر: لا تأمرن على اثنين، إني أراك ضعيفة، لكنه رسول لا أمر غيره، معناته الناس تتفاوت. طالما في بدائل أنا مالي ومال الولاية ما أريده. سيدنا عمر لما كان يطلب رضي الله عنه أحد الصحابة للولاية فيقول: أعفني أعفاك الله يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أعفيك، جعلتموها في عنقي ثم تخليتم عني، والله لتتولاها. فيتولاها. إذا كل واحد صالح بيقول لي ما بدي ما بدي ما بدي، من سيتولى؟ إذا كان في بديل ما في مشكلة، ما في بديل تقدم، إنك إن لم تتقدم سيأتي واحد لص حرامي غير مؤهل يسبب خراب الأرض، لا تقدم، الله يرضى عليك ويعينك الله. وإذا لم تجد وسيلة إلا أن تطلبها فاطلبها، قد طلبها يوسف ابن يعقوب عليهما السلام وقال اجعلني. الشرط الثاني قال: أن تعلم أنك إذا طلبتها وإن لم طلبتها أعنت عليها. الملك في حالة يوسف فوض الأمر إليه،
فأصبح لا يتدخل. فيوسف طبق شرع الله وطبق منتهى الأمانة ومنتهى الإنصاف والعدل. أما إذا أردت أن أتولى ولاية، لكن إذا توليتها هناك من أعلى مني سيضربني على رأسي ويقول اقبل الرشوة. حاضر سيدي، لا إذا لا أريدها، وليأتي إنسان فاسق، أنا هذا عندي حجة من الله. أما بهذين الشرطين اجعلني على خزائن الأرض، أن لا يكون هناك بديل إلا سيء جدا. والآن نحن أمام سنوات مجاعة، إذا جاء واحد حرامي أو غير مؤهل المجاعة ستعم مصر وما حولها، يعني كم من الناس سيموتون بغباء أو فساد المتولي. لذلك قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الأمر الثاني، يوسف علم أن الملك لن يتدخل في عمله، سيطلق يديه فيطبق شرع الله ويحقق الإنصاف، فنجح يوسف. أما أنا وأنت لا يحل لنا أن نطلب الولاية. أنت كن مؤهلا، إن طلبت أعانك الله عليها بهذين الشرطين، أن لا يكون هناك بديل إلا سيء، وأنك إذا توليتها أعانك من هو فوقك ولم يرغمك على الظلم والفساد. الآن للأسف لكثرة انتشار الفساد، إذا طلع واحد أمين بمنظومة الفاسدين يمكرون به ويخرجونه هو الفاسد، ويخرجونه طريدا مذلولا وربما إلى السجن ويشهرون به. يخون الأمين ويؤتمن الخائن. لذلك نختم بقضية اجعلني على خزائن الأرض، كيف طلبها وهو النبي ابن النبي؟ طلبها بهذين الشرطين، البديل أسوأ وربما يسبب هلاك عام، والذي طلبه للولاية اشترط له العدل. شريك أو شريك ابن عبد الله أحد كبار العلماء في العهد العباسي في بدايته، طلبه أمير المؤمنين للقضاء المهدي فرفض. المهدي والد هارون الرشيد، ثالث خلفاء بني العباس، أبو العباس السفاح، أبو جعفر المنصور، المهدي. طلبه ليربي أولاده فرفض. في قصة طريفة قال المهدي لطباخه سأدعو الشيخ إلى الطعام، اصنع له طعاما لا ينجو منه أبدا، يعني بتجعل له أطباق شهية لذيذة تجعله يستمتع بطعامنا فيبقى معنا. ثم أتى المهدي بشريك ابن عبد الله قال له اسمع، أمامك ثلاث خيارات، إما أن تتولى القضاء أو تصبح مؤدب أولادي أو تقبل دعوتي على وليمة واحدة. أنت لو كنت مكان شريك ماذا تفعل؟ تقبل الوليمة طبعا. يقول شريك فقبلت الوليمة فأحببت طعامهم فتوليت القضاء وأصبحت مؤدب الأولاد. يا أخي هذا المهدي خليفة عقله قد كده، هيصعب عليه يعني يجيبك؟ لكن شريك قال يا أمير المؤمنين والله ولو على قطع عنقي لا أتولى القضاء إلا على أن أنفذ الحق على من كان كائنا من كان. فأقسم له الخليفة المهدي قال أنفذ الحق ولو على عنقي. قال له الآن أتولى. وفعلا كان من أنزه القضاة، هذا اللي بيحب الطعام ورضي بالطعام، لكن حتى أنه كان قاضيا في البصرة أمير المؤمنين ببغداد، فجاءته ظلامة من امرأة أن عم الخليفة، من؟ عم الخليفة مش أخوه أو ابنه، يعني يحترمه كأبيه، ظلم امرأة ضيعة لها، فطلبه وأمره بإرجاع الضيعة فرفض. بقصة طويلة ما عنا وقت لك، فرفض فأمر به إلى السجن، فجاء أتباعه وأخرجوه من السجن. فما عمل شيء القاضي، ركب على حمار وأركب أهله على حمار وكتبه على حمار وكتب القضاء على حمار بأربعة حمير، وخرج إلى بغداد ليشكوه إلى أمير المؤمنين. عم الخليفة ركض مسرعا قال ارجع ولا تبلغ الخليفة. قال له لا أرجع حتى تعود إلى السجن. قال له أعود. عاد إلى السجن،
رجع الخليفة، رجع القاضي، ائتوا به، أتوا به، أعد الأرض إلى أعدتها. قال له إنك لما أخذت الأرض أتعبتها وأفقرتها وأحوجتها إلى سؤال الناس، عوضها. هذا القضاء العادل. مو بس رجع لها وكمان شو؟ قال لها من مالي 10,000 درهم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.